ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم؟ وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب؟ أولا، في الأواني غنى، الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب وتشرب منها الكلاب، فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة. أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناء من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب، عليكم أن تغسلوه 7 مرات وأن تعفروه بالتراب، ثم بعد ذلك تستعملونه. نعم. أما عن الأكل والشرب بدون علم، إن شاء الله لا يؤاخذون على ذلك. نعم، بدون علم أن الكلاب، نعم، ولغت فيه مثلا. إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة، مجرد الوهم أو الشك هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. نعم. فالإناء الأصل فيه الطهارة، إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.